أصدقائي المشاهدين والمستمعين، منتابع نحن وياكم نقطع السطر عبر صوت لبنان لنحكي عن الأدوية بشكل عام المزورة اللي عم تغذي السوق اللبناني، شو التداعيات على المرضى، شو عم بيصير بالمستشفيات وبصحة اللبنانية، هيدا العنوان العام، وباقي التفاصيل رح نطرحها مع ضيفنا نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لإلي كل المستمعين والمشاهدين. والمشاهدين، إضراب القطاع العام بالأول عم بيعرق العمليات الاستيراد اليوم مثل ما سمعت، وطبعا نحن عم نتابع موضوع إضراب موظفي الإدارة العامة، هل عم بيعرق لكم عمليات الاستيراد وخصوصا أنه الأمور متجهة إلى التصعيد؟ هلأ لغاية هيدي اللحظة طبعا إضراب القطاع العام طبعا ما بيساعد وبيبطئ الأمور، إنما خلينا نقول أنه بوزارة الصحة تحديدا في عدد من المسؤولين يلي عم بيمشوا الأشياء الأساسية للمواطنين، يعني عم بيمدونا الفواتير من أجل الاستيراد لحتى نقدر نطلعها وندخلها لمخازننا ونوزعها، وعم بيحضروا لوايح الاستيراد لأنه مثل ما بتعرف اليوم وزارة الصحة هي اللي بتقرر أي أدوية لازم نستوردها مدعومة وأي لا. فبعد في مجموعة من الناس يلي لتأمين حاجات الأرض وفقط للأمور يلي هي بتأمن حاجات المرضى عم بيقوموا بالعمل اللي لازم يقوموا فيه، ومنحييهم بصراحة لهدول هالكم شخص يلي موجود بوزارة الصحة. ايه بس في بطء يعني بالمعاملات، بدل ما يكون في وتيرة تمشي هالمعاملات بسرعة في بطء بالمعاملات. يعني ده عم بيأثر عليكم يعني كشركات مستوردة؟ يعني عم نحكي نحن الحضور مرة بالأسبوع عم بيكون مثل بعتقد معظم الدوائر مرة بالأسبوع، يعني أكيد المعاملات اللي كانت بتخلص خلال الأسبوع ما بقى تخلص خلال الأسبوع، بدها تنتقل للأسبوع اللي بعده. بس نظرا لأنه نحن عنا معاملات خارج وزارة الصحة كمان، بقدر أقوليك قد بتتأخر هنيك أسابيع، يعني مش وين؟ يعني عنا معاملات بوزارة الاقتصاد، عنا بوزارة المالية طبعا، مثل أي شركة مثل أي مؤسسة ما العلاقة بالدواء بالتحديد، العلاقة أي مؤسسة عندها معاملات بقطاعات تانية، يعني بالدوائر العقارية وبغيره. لا أنا بقدر أقول لك إنه بهدول الدوائر عم تتأخر الأمور أكتر بكتير من هيك. هون لا يزال في مجموعة من الناس عم بيجوا وعم بيأمنوا الحد الأدنى، فقط وفقط برجع بشدد فيما يتعلق بتأمين الأدوية إلى الأسواق. طبعا إذا معاملات العلاقة بشي تاني مش بالضرورة يكونوا متسرعين فيها. يعني طالما عم نحكي عن المشاكل، المبالغ المتوفرة اليوم لإلكم من مصرف لبنان كمان عم تتأخروا إلى تداعيات على وجود الدواء بالسوق اللبناني. طبعا كلنا بنعرف أنه المبلغ المتوفر لغاية هيدي اللحظة هو 25 مليون دولار للدواء، وصاروا الكل قايلين من وزير الصحة لرئيس لجنة الصحة النيابية لعدد من النواب للنقباء نقيب الصيادلي للكل صار يقولوا هيدا المبلغ غير كافي. عم نحكي للأدوية المدعومة، وتنذكر للناس شو هي الأدوية المدعومة، هي الأدوية الأهم، يعني أدوية الأمراض السرطانية المستعصية، أدوية الأمراض المزمنة الأساسية مثل بالسكري وغيره. هيدا الأدوية هيدا المبلغ غير كافي، وبالتالي في نقص بالسوق. فعم بيوصل 25 مليون دولار شهريا من هذه الأدوية، إنما في جزئية من المرضى ما عم تقدر تحصل على دواها لأنه هيدا المبلغ أقل من حاجة السوق. شو عم بيعملوا هالجزء هيدا اللي ما عم بيقدر؟ عم بيروح يجرب يأمنه من الخارج. بالزمانات كان هو يسافر يجيبه من برا أو يطلب من أهله، مع الوقت ربوا شبكات بتقوله خليك ببيتك نحن منجيب لك إياه لهيدا الدواء من برا. هالشبكات تطورت وأصبحت شبكات تهريب منظمة إذا بدك من الخارج. وللأسف لما منحكي تهريب رح يضل في جزء مزور، لأنه دايما في طمع، دايما المهرب بالأول عم بيربح ربح على الدواء المهرب، بعدين بيقولك بدي أربح أكتر. كيف بيربح أكتر؟ بيجيب دواء مزور، ما هو هيك خارج الرقابة، خارج رقابة الجمرك، خارج رقابة وزارة الصحة، خارج رقابة النقابات، خارج رقابة الدولة اللبنانية كلها. فالفرصة متوفرة أنه بدل ما يجيب الدواء المزبوط بيجيب الدواء المزور، وهذا اللي حصل. فاليوم في جزء يعني يمكن 50-60% من المرضى عم بيحصلوا على الدواء المدعوم المزبوط، وفي جزء عم بيحاولوا يدبروا حالهم بدواء مهرب جزء منه مزور، وفي جزء وللأسف ما عم بيقدر يدفع حق الدواء من برا لأنه ما عنده الإمكانيات. شو عم بيعمل؟ عم بيقعد بلا دواء، عم بيقعد بلا علاج. يعني في ناس أنا بيتواصلوا معي كتير ناس تجرب ساعدهم أمن لهم أدوية، بيقفوا سايكل. يعني اللي بيعرف بالأدوية السرطان بيعرف أنه في سايكلز، إيه الواحد كل 3 أسابيع لازم يأخذ جرعة.
بيقفوا. يعني إذا السايكل 1 أخذوا جرعتهم، السايكل 2 كان غير متوفر الدواء بيقفوه، بينطوا للسايكل 3. وهيدا شيء طبعا سيء جدا، لأنه بهالوقت بيكون تطور السرطان وللأسف. نعم. في عنا مداخلة، وبدي أذكر بأرقام تليفونات صوت لبنان 01-205-511 01-325-555 الخلوي 76-611-003 أو 5 والواتساب كول 76-611-001. مين معي على الخط؟ مرحبا، يعطيكم العافية. يا هلا. بدنا ناخذ من وقتك دقيقة، بدنا نوضح بعض إشي عن الدواء وفشي كلها. دقيقة كتير، تفضل. يلا على السريع. البلد حاكمين ومافيات، ومن المافيا الدواء مع تحالف سلطة المال وأمر الحرب، وبيمنعوا أي خطة إصلاحية. تعود مسألة الدواء إلى أوائل السبعينات مع وزير الصحة إميل بيطار، أراد إجراء إصلاحات للحد من جشع واحتكار تجار الأدوية. أسقط مشروعه كتلة كل القوى ضده في عهد سليمان فرنجي الذي حكم البلد بعقلية قبلية متحجرة رافضا أي إصلاح، واصطدم مع الوزير هاري إدي وأقاله وكانت سابقة بتاريخ لبنان. وهلأ عن يبشرونا أنه جاي حفيده تيكمل المشوار. احتكروا الأدوية وأخفوها لفترة عن السوق حتى ارتفعت الأسعار، وأذلوا المواطن بالهرولة من صيدلية للتانية تيجيب حب الدواء، ويجتاح البلد اليوم أدوية مهربة غير خاضعة للرقابة، والبلد فالت وحدوده سايبة، ومأساة الحرب الكبرى راجعة، الناس عم تموت من الجوع والمرض، ما قادرة لا تشتري دواء ولا تدخل مستشفى، والنازحين السوريين عن يقشوا الدواء من المستوصفات، وعناتر السلطة الفجور عن يتناقروا على وزارة الطاقة ووزارة العدل، وآخر هم من صحة المواطن أعمت بصيرتهم شهوة السلطة والتكالب لتداتش الحصص. تخلوا عن الخط 29 وهيدي خيانة، وعن يتبرجوا على المطران موسى الحج وجان العلية اللي منع تمرير صفقات مشكوها. وشكرا. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. مين مافيات الدواء؟ طبعا يعني هيدا الكلام نحن بنسمعه كتير، كلام تعميمي مبسط بيصوب بعض الأحيان الاتهام بالمكان الغلط، ما له أي دلائل واقعية. صدقيني لو قلوا دلائل واقعية هذا الكلام اللي عم بينحكى، أنا عم بحكي على الجزئية اللي بتتعلق عن مستوردي الأدوية. لكن من زمان عطول متهمين إنكم مافيا. طبعا طبعا، بس ما يعني بالنهاية إنه بتجيبوا أدوية براند. لا، نحن بنقابتنا في عنا 40 عضو، 30 ما عندهم براند، ما بيشتغلوا الا جينيريك. انه متهمين انه بتجيبوا براند، كان لازم تجيبوا جينيريك من زمان. ابدا ابدا، الجينيريك بيمثل من سوق الدواء سنة 2019 يعني قبل الازمه 27% من السوق، وهي نسبه تتماشى مع المستويات العالميه بالقيمه. لا ابدا، كل هيدول الكلمات بتضحضها الوقائع والارقام، بس مش هيدا هو المهم. المهم اليوم انه في شبكه نظاميه لتامين الدواء تعمل مع وزاره الصحه تحصل على أموال الدعم، في شركات بالخارج بتخاطر ببيع لبنان أدوية لأنه ما بحياتها بتعرف إذا مصرياتها رح يستردن أو لا، خصوصا أنه هيدي الشركات صايرة مدينة لبنان 400 مليون دولار من أدوية مدعومة، ولم ترى هذه 400 مليون دولار لغاية هذه اللحظة، وما في أبدا أي خطة لتأمينها. هيدا هو قطاع الدواء النظامي يا استاذ، هيدا هو اللي عم بيخاطر، يلي بيدين، يلي امواله منه مؤمنه، يلي مسلم 400 مليون ادويه مدعومه مش رح يشوفهم يمكن، وما بيعرف كيف رح يشوفهم، بعده عم بيسال ما عم بيعطوش وهي الخطه. هيدا هو قطاع الادويه. إيه بس قطاع الادويه خلينا نحكي بس اما عن التزوير. اما المافيات فهو مافيات التهريب. خلينا نصوب الامور بمكانها. نحن نعمل كمستوردي أدوية تحت رقابة وتحت القانون وتحت يعني كل دواء بده يمر على اللجنة الصحية بوزارة الصحة وعلى وزارة الصحة، اللجنة الفنية بوزارة الصحة، اللجنة الفنية تتوافق عليه، كل شحنة بشحنتها بدها توافق عليها وزارة الصحة. الدواء المدعوم أكثر من هيك ست نوال، مش نحن منقرر شو منستورد دواء مدعوم، مش نحن، الوزارة هي الوزارة بتقلنا هيدا الدواء جيبوا 1000 إبرة، هيدا الدواء جيبوا 500 إبرة، هيدا الدواء بيرجع بعدين بتحول الأموال إلى علاقة فيه، ونحن منجيب الأدوية من الخارج، وبالتالي حتى مش نحن منقرر شو هي الأدوية. منشان هيك اتهام التخزين وغير وغير وارد، ما الوزارة هي اللي بتقرر الكميات اللي منجيبها،
وهي اللي بتلاحق تتأكد انه هذه الكميات بيعت بالاسواق. فكل هيدا الكلام ما له اي واقع. طيب معلش بين هلالين لننتقل الى شو عم بارتداداتها على الناس وكيف عم تشتري ادوية مزورة ومن تجار الشنطة، لانه الناس بالنهاية بدها دواء، ومش كل الناس عندها حدا برا بتقدر تحصل على دواء، ولا كل الناس قادرة توصي من تركيا، وحتى لو وصوا في، وانت بتعرف اكتر من غيرك، في حضانة للدواء ليبقى صحيح، يعني كمان يتلف بسبب رطوبة أو إذا ما كان محفوظ بطرق سليمة. صحيح. أي. خصوصا أدوية السرطان يلي بالإجمال كل الأدوية المتطورة بتبقى مبردة، وبيطلب هيدا الشيء تخزينة ونقلة بظروف معينة، وإلا ببطل الدواء دواء. يعني أي خلل خلال التخزين أو النقل يؤدي إلى خلل بالدواء، بتصير فعاليته إما صفر إما فعالية أقل من ما لازم. نعم. منشان هيك ما حدا، ما في بلد بالعالم بيقبل بتهريب الأدوية اللي موجودة بلبنان. منشان هيك نحن منقول إنه في جزء من المواطنين عم بيحصلوا على الدواء الصحيح، أنا بقول 60-65-50 وحسب الدواء يعني وحسب توفر الأموال، وفي جزء من المواطنين وللأسف عم بيضطروا يوقعوا بشبكات التهريب، وهالشبكات التهريب يا بتجيب لهم دواء مزبوط بس مخزن بطريقة غلط، يا بتجيب لهم دواء مزور وساعتها بتكون عم تقتلهم مرتين، مرة بتدفعهم حقه ومرة ما بتفيدهم فيه. نعم. هيدا الواقع اللي نحن اليوم فيه. ايه بالواقع كمان عندنا معلومات بتقول انه بعض الاطباء، وكمان يعني بيقدر يطلع نقيب الاطباء وينفي أو يتحقق بالموضوع، عم بيتعاملوا مباشرة مع صيدليات بتركيا بتوافق مباشرة على صرف الدواء لللبناني اللي بيحمل وصفة من لبنان. عندك معلومات بهالإطار؟ ما عندي، بعتقد هيدا لازم نقيب الأطباء هو يتحرك، ونقيب الصيادلي اللي رح ينضم لنا بعد شوي. بعض الصيدليات كانوا عم تنسق مع صيدليات بتركيا لتأمين بعض الأدوية، حتى ظهرت تجارة الشنطة بالنسبة للدواء التركي اللي عم يدخل على لبنان. شو الارتدادات حضرة النقيب؟ حدا بيعرف كميات الدواء المزورة اللي موجودة طبعاً داخل لبنان؟ طبعا انه نحصيها لهذه الكميات الدواء المزورة كتير صعبة، بس نحن عنا فكرة عن حجم التهريب بلبنان. نحن بنعرف انه التهريب، وانا بدي فرق بين التهريب والتزوير، تبقى تهريب حجمه قد يكون حوالي 35% 30% من السوق. ليش 30-35؟ لانه الاموال المتوفرة للدعم ما بتغطي الا 60-65% من حاجة السوق، يعني عم بعمل عملية حسابية بسيطة. بالتالي في جزء من هال 35 هو مزور، قديش هو انا ما بعرف، 10-15-20، بس انا اللي بعرف انه اصبحوا كل المستشفيات والمستشفيات اللي جدية بالتعاطي ما بقى بتقبل اي دواء داخل هيك جايبه المريض بايده قبل ما تتحقق مع المصنع بالخارج اذا كان هيدا الدواء صحيح او منه صحيح. وكيف صرنا نعرف انه في كتير ادوية منه صحيحة؟ من خلال هذه المستشفيات يلي يفوت لعند المريض حامل دواء بايده، بيتحققوا مع الشركة برا بيقولوا لهم هذا الدواء غير صحيح، نحن مش عاملين الرقم الطبخة. او حتى الصيدلانية بالمستشفى بتنتبه على ثغرات او اخطاء بالعلبه، لانه اللي بيهر اللي بيزور يمد بيخطا، بيغلط بين بيحط رقم طبخه على الابره مش رقم طبخه على الكرتونه، بيكتب غلط على الكرتونه، بينتبهوا لبعض الفوارق. ايامات السائل الموجود داخل الانبوب بتلاقيه لونه غريب، هن ما معودين على هاللون، او بيلاقوا حجم السائل قليل مقارنه بشو كانوا يشوفوا بالماضي. ما في المريض يشتري كيف ما كان، ما في يشتري كيف ما كان، هيدي هي كلام الصواب. منشان هيك قطاعات الدواء بالعالم كلها مراقبه. إيه؟ منشان هيك ما عندها تجاره حره، منشان هيك في حوادث بقلب المستشفيات اليوم اكتشفت خصوصا عند الامراض السرطانيه بسبب دواء مزور، يعني تفاقمت حالتهم. وللأسف هيدي معلومات صحيحة، وللأسف وصلنا من بعض المستشفيات يعني وللأسف بسبب الدواء المزور. نحن نعم. المعلومات اللي عم بيوصلونا هو جزء صغير من الحقيقة، بس كم واحد أخذ دواء ببيته حبي وما عرفنا إذا فادوا أو ما فادوا أو إذا ضروا، لأنه هدول الحالات مش كلهم بعدين بيوصلوا لكم أو بيوصلوا لنا أو بيوصلوا للطبيب لحتى نقدر نجمعها. في حالات عديدة عم بتصير نحن ما عم توصلنا، طبعا المستشفيات مثل ما تفضلتي بركي بتوصلنا بس الباقي ما بيوصلنا. لذلك يجب التحرك بسرعة. وهلأ بقلك شو من لازم مين لازم يتحرك، يعني مش كل دواء دواء. خلي يعرف المواطن اللبناني انه عم بيحصل على دواء من تجار الشنطة او مزور او مرب
او عم بيوصي عليه من برا لازم يخضع للمراقبة، وين لازم يروح، كيف بده يعرف اذا هالدواء مزور ولا لا، على اي اساس بده ياخده، خصوصا اذا عنده مريض، يعني اذا كان مريض مزمن او مريض نحن بنقول له للمريض اللبناني اول شيء الدواء المضمون هو الدواء اللي بيدخل عبر الأطر القانونية مع مستورد قانوني وبينعطى من قبل صيدلي من قانوني أو صيدلية مستشفى قانونية. هيدا الوحيد، كل شيء باقي كان مقطوع يعني كل شيء باقي مخاطر. طيب نعم. شو لازم نعمل نحن لكل شيء باقي؟ نحن والمريض والحكيم والصيادلي وانتو يجب أن نضغط على السلطة السياسية لحتى تقدر تزيد هالميزانية، مش 25 مش 25 يعني. يزيدوا هالميزانية لحتى نقدر نغطي هيدا الفراغ. نحن ما عم نقول نغطي كل الفراغ، عم نقول نغطي الفراغ للأدوية الأساسية اللي ما في المريض يعيش بلاها بلبنان. مش كل الأدوية طبعا، في أدوية رفع الدعم عنا والمريض عم يتحمل الجزء الكبير منها أو الثمن تبعها، بس في أدوية ما في نرفع الدعم عنا، غير ممكن، خصوصا أدوية الأمراض المستعصية والسرطانية. وهذه الأدوية لازم كلنا نضغط من أجل مع وزارة الصحة ومع كل النقابات لحتى نزيد هيدا المبلغ. وأنا ما عم بقول أن يعطى هيدا المبلغ لدعم الدواء، يا عمي ادعموا المريض، ادعموا جهات الضامنة، ادعموا مين ما بدكن، بس نحن منعرف أنه في مبلغ من المال غير كافي. مين ما دعمته هذا المبلغ غير كافي، يجب أن نضغط نحن والوزارة وجميع النقابات لحتى الدولة تقبل تعطي حصة أكبر للصحة. وحاج نكون عم نبعزق الأموال، مثل هلأ عم بسمعك الأموال اللي عم تتبعزق يعني معلومات بالمطار وبغيره، حاج نبعزق الأموال يمين وشمال على أمور غير أساسية. بعتقد مرضانا بيستهلوا أنه نعطيهم جزء أكبر من هالأموال. كريم جبارة، صحيح أصبح سوق الدواء بلبنان غير الشرعي يشكل 35% اليوم من سوق الدواء المستورد؟ أنا يعني بهذا الموضوع أنا بعتقد أنه هالرقم كتير واقعي، خصوصا انه نحن بنعرف انه المال المتوفر للدعم ما بيغطي الا 60-65%. ما عم بقول شيء انا، يعني حتى السلطات الرسميه قالت انه المبالغ المتوفره للدعم ما بتغطي كل حاجه السوق، بتغطي 60-70 حسب 80 حسب كل دواء. فهذا الرقم منه بعيد عن الواقع وللاسف، ولازم يرجع لبنان مثل ما كان بالماضي بلد الدواء والصحة فيه منظمة تنظيما كاملا. لازم، بس هلأ في خطر على المرضى. شو لازم ينعمل؟ يعني الأمر خطير على اللبناني، شو الحل لحماية المواطن بصحته اليوم؟ اللي الحل نحمي المواطن هلأ بصحته بسرعة بسرعة. الحل هو أن تقوم الدولة بزيادة المبلغ، يسمح لوزير الصحة يجيب كميات أكبر من الأدوية المدعومة للأدوية الأساسية، أما باقي الأدوية اللي هي غير أساسية ونترك الوزارة هي تقرر شو اللي أساسي وشو اللي منه أساسي، يرفع الدعم عنه طبعا لحتى يصير متوفر وما يضطروا الناس يجيبوه من برا بالدولار وما يكون فعال مثل ما كيف فينا نوقف الشبكات تهريب المنظمة اليوم اللي خلقت من حاجة؟ اليوم لهلأ ما في أي قرار من الدولة اللبنانية لتوقيفها. يعني حالة واحد منا ست نوال بيجيب شنطة معبية أدوية بيقطع على المطار، مزبوط ولا لا؟ حالة واحد. ما في بعد قرار بالأجهزة الأمنية، وأنا بعتقد ما حدا رح يصدر قرار للأجهزة الأمنية بالتشدد على المطارات وعلى الحدود قبل ما نكون أمننا المبلغ وغطينا كل حاجة المرضى. منشان هيك هيدي نقطة الانطلاق. حضرتك هلأ قلتي هيدا التهريب جاي من الحاجة، لازم نحن نسكر هيدي الحاجة لحتى نسكر هيدا التهريب. مش رح نقدر نوقف التهريب بلا ما نسكر الحاجة. ايه بس اليوم عم نقلنا انه او ترفع الميزانية لوزارة الصحة لتستورد او يسمح للشركات تستورد ادوية غير مدعومة. ليش لا؟ يعني المواطن بده دواء بالاخر، يروح بيتدين ببيع بيته ببيع تيابه ببيع دابياته ليشتري دواء، بس الدواء مش موجود. هلا هيدا الموضوع تأمين الدواء عبر الشركات المستوردة طبعا نحن غير المدعوم عنا طبعا. لا الدواء الغير مدعوم عم نجيبه، إيه إيه بس احنا عم نقول الدواء المدعوم انه ينجيب كمان غير مدعوم. نعم. للكمية الاضافية اللي بقى عم تجي. هيدا اللي قصدناه. نعم. هاي وزارة الصحة قبل ما توضع ضوابط ما بدها تعمله. يعني نحن هيدا الكلام وهيدا الشيء صرنا كتير حكين فيه مع وزير الصحة. وكيف بده يوضع ضوابط؟ بده يوضع ضوابط من خلال مكننة طريقة توزيع الدواء. وانا بعرف لانه مبارح كنا باجتماع مع معالي
بعرف انه عم بيشتغلوا بالوزارة بس ما بعرف وين صاروا على مكننة طريقة توزيع الأدوية، يعني بدهم يتأكدوا انه الدواء الجاي مدعوم من برا ينبع مدعوم للمريض، والدواء الجاي مش مدعوم من برا ينبع مش مدعوم للمريض. ما بدهم يصير في استغلال، ما بدهم يجي دواء مدعوم وحدا خلال الشبكة يرجع يبيعه غير مدعوم لحدا، لأنه متوافر بسعرين، رح يصبح الدواء عنده سعرين نفسه مدعوم وغير مدعوم. أنا بيقول معالي الوزير أنه قريبا جدا بيكونوا خلصوا المكننة اللي بتسمح لهم مراقبة التوزيع وصولا إلى المريض، وأنه هذا الشيء بيفتح مجالات أكثر لنطبق اللي تفضلت فيه. على الخط مباشرة نقيب الصياد لدكتور جو سلوم، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. صباح الخير يا ست نوال وللصديق أستاذ كريم شبارة وللمستمعين الكرام وشهيدي صوت لبنان. اليوم عم بتقول الدواء المهرب يقتل المرضى وعلى الأجهزة الأمنية والقضائية التحرك، حدا سمعك وتحرك؟ نحن علينا نقول وإن شاء الله ونتمنى أنه يكون في تنفيذ هذا الموضوع، لأنه صحة المريض اللبناني منا لعبة. نعم. مشكلة هو دواء. اليوم يمكن عدد كبير من الأدوية صارت خارج الصيدليات، اليوم قسم منها عم بيكون مزور، القسم الآخر طريقة حفظه عم بتكون بشكل غير سليم. نحن بنعرف أنه الدواء في طريقة معينة لحفظه لنقله من مكان إلى آخر. معك أستاذ كريم شبارة في خبرك، اليوم الدواء كيف يجي من المستورد إلى الصيدلية عبر سيارات مبردة ضد الرطوبة بطريقة معينة. بنفس الوقت اليوم وصف الدواء له كمان آلية معينة، وضمن أخصائي اليوم حضرتك وتكون عندك دواء معين ما عم بتلاقيه بتجي عند الصيدلي بيقول لك تاخذي هذا الدواء البديل أو دواء الشبيه، وتتروح عند تاجر شرطة أو عند دكانة معينة بتقولي لهم أنا ما عندي هالدواء أعطيني الدواء البديل، مين بيضمن لك انه عم ينعطى الدواء الصحيح؟ ونحن اليوم بصيدلياتنا المرضى عم يصدونا عندهم ادويه جايبينها من الخارج من تجار الشنطه او من الدكاكين، بيقولوا لنا اعطونا هذا الدواء، كثير من الاحيان عم بيكون دواء عاطينه دواء خاطئ، وهذا الشيء عم بياثر على حياتهم مباشره. بالتالي على الاجهزه الامنيه توقيف هيدي الجريمه الموصوفه بحق المريض اللبناني، وبنفس الوقت نحن بدنا نأمن الدواء في الصيدليات تما يلجأ المريض، يكون المريض مضطر يلجأ إلى تجار الشنط. وهيدا كمان اليوم ما بدنا ننسى أنه الدواء عم يباع أضعاف سعره، يعني الدواء بالسوق السوداء كان مزور أو غير مزور سعره أضعاف سعره الحقيقي، ما إلك إلا تفوت على مواقع الأونلاين بيصار كل الأدوية موجودة عليها وبتشوفي أنه أسعارها عم تقول مضاعفة. إيه بس شو المعطيات عندك عن المرضى اللي عم بيصير فيهم؟ نحن عنا معلومات أنه بالمستشفيات في عديد من المرضى بسبب الأدوية المزورة، هل من معطيات لديك نقيب الصيادلي دكتور جو سلوم؟ إحنا اللي دفعنا نقوم بهذه الحملة مشكل دواء هو الحالات اللي عم تجي على الصيدليات من المرضى اللي عم ياخذوا ادويه من تجار الشنطه، عم بيكون عندهم مضاعفات سلبيه. من المعلومات اللي عم تجينا من المستشفيات، واخيرا من مريض سرطان جاب دواء من تركيا طلع الدواء بلاسيبو من مستشفى جبل لبنان، والاخطاء الكبيره اللي عم نشهدها بالصيدليات من المرضى اللي عم يصدونا. فبالتالي نحن اليوم واجبنا نرفع الصوت، نحن مقتنعين على صحة المريض وما بنقبل أنه المرضى يتعرضوا لهذه الأنواع من الاحتيالات. فضلاً عن تجار الشنطة اللي عم بيقصدوا الصيدليات وعم بيطلبوا بيع الأدوية في الصيدليات، وأكيد الصيادلة عم يرفضوا الموضوع. فمن هون ضرورة التنبه إلى هذه الآفة الخطيرة، ولازم يكون موضوع الدواء هو أولوية. إيه بس عنا معلومات إنه في بعض الصيدليات عم يتعاملوا مع صيدليات بتركيا لتأمين الدواء، شو صحة هالمعلومات؟ نحن اليوم تفتيش نائبة الصياد اللي هو منتشر بين الصيدليات، وأي موضوع من هذا الاتجاه إذا كان الصيدلي ما عنده ترخيص بهذا الموضوع وما عم بيكون عم يقوموا بإيرية معينة، نحن عم نحيله للتحقيق وإلى مجالس التأديب.
ولكن الموضوع صار أكبر من نائبة الصيادلة. اليوم إلى جانب كل صيدلية في متجر معبى دواء، أكان سوري أو تركي أو إيراني أو كل الأنواع الأدوية. فبالتالي الأدوية خارج الصيدليات صارت أكثر من الأدوية في الصيدليات. نحن يمكن عندنا سلطة على الصيدلية، ولكن خارج الصيدليات نحن ما عندنا صلاحيات. من هون نحن مناشدتنا لكل المراجع الأمنية والقضائية والوزارية أنه تتحرك تتوقف هذا الموضوع. مش مقبول بقى أنه المرضى يتعرضوا لكل هذه الأنواع من النصب، من الاحتيال، من التزوير، ونحن نكون ساكتين. نعم، الدولة شريكة أساسية بشرعنة السوق السوداء لأنه ما في أدوية، هيدي باختصار. وين صارت الاستراتيجية الدوائية اللي وضعتها نقابة الصيادلة؟ الاستراتيجية الدوائية أطلقناها ووضعناها بأمانة المسؤولين، وأستاذ كريم هو كان شريك أساسي معنا بهذه الاستراتيجية. الاستراتيجية هي سهلة جدا، رفع الدعم عن كل شيء وتحويل الدعم مباشرة إلى المريض عبر البطاقة الدوائية. نعم. لأنه اليوم إذا عم ندعم السلعة شو ما عملنا رح يضل هنالك تهريب، ورح يضل في هنالك هدر من أموال الدعم. بنفس الوقت بدنا ندعم الصناعة المحلية تكون هي الأساس، نحافظ على شركاتنا، نحافظ على مستوردينا، نحافظ على المكاتب العلمية الموجودة في لبنان. امبارح أخبروني أنه شركة بوهرينجر، المكاتب العلمية لشركة بوهرينجر أقفلت، سرحت أكثر من 30 صيدلي وموظف. فبالتالي اليوم واجبنا نحن نتصدى لهيدي الآفة، نتصدى لانهيار القطاع الدوائي والاستشفائي في لبنان. شكرا لك نقيب الصيادلة دكتور جو سلوم. بدي ارجع لضيفي نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة. اليوم أدوية سرطانية تحتوي على المياه، يعني هيدي فضيحة طلعت قبل وما زالت مستمرة. اليوم شو لازم ينعمل للحفاظ على القطاع الصحي؟ نحن ضيفنا راح يكون وزير الصحة نهار الجمعة، فشو بدك تقوله من اليوم عبر صوت لبنان؟ نحن ضروري ضروري نقوله لمعالي الوزير، نحن ما بنعتبر حالنا إلا شركاء بالحفاظ على صحة المريض كوزارة الصحة، كنقابة الصيادلة، كنقابة الأطباء، ككل النقابات. لازم كلنا نحط إيدينا ببعض لحتى نحل هيدي الأزمة للمرة الأخيرة. والحل يكمن، نذكر الحل يكمن بزيادة بتسديد الفجوة بتأمين الأدوية المدعومة. تسديد الفجوة، وتسديد الفجوة لا يكون إلا من خلال تأمين الأموال. هلأ هالأموال بتنعطى للدواء، بتنعطى للمريض، بتنعطى للجهات الضامنة، بتنعطى لمين مكان، بس المهم أنه يجب أن نسد هذه الفجوة، ونحن مستعدين نشتغل معك على تسديد هذه الفجوة. من بعد ما نسدد هذه الفجوة يا معالي الوزير، لازم كلنا يدنا نتشدد مع أي واحد بيجيب دواء على لبنان بالشنطة، لأنه بتصير الأدوية متوفرة وبيبطل في أي حجة لهذه التجارة الغير شرعية. نعم، في هجوم شنه الوزير السابق للصحة وائل أبو فعور على شركات ومستوردي الأدوية، وهو وزير صحة كان، وكمان طلب أنه ليش الدولة ما هي بتستورد. شو تعليقك على هالكلام؟ ست نوال، نحن هيدا موضوع مكرر، يعني هيدا قصة استيراد الدولة للأدوية، وهي الدولة من زمان ما عندها خطط واضحة بموضوع الصحة، وخصوصا هي عم بتعرقل من المختبر المركزي إلى المكمنة. من زمان مطالبين من المكمنة داخل وزارة الصحة في تعرقل بموضوعنا. ما في بلد الدولة تستورد وتوزع، ما في. نعم، ما في. يعني بتروحي على البلاد يلي كلنا منقارن حالنا فيها، البلاد العربية، البلاد الأوروبية، شمال أمريكا، جنوب أمريكا، محل ما بدك أفريقيا، ما في بلد الدولة بتستورد. الدولة تنظم القطاع وتراقبه. نعم. ما عايزة إنه تشتغل بإيديها. طب تخيلي ست نوال، تخيلي لو هلأ الدولة عم تستورد ومقدربين وما في مصاري، لا ومقدربين مقدربين، طب شو كان صار؟ لا، مش هيك لازم ينعمل. الدولة عليها أن تراقب، ونحن نطالب برقابة الدولة. نعم. وهو الوزير وائل أبو فعور أول الناس اللي شددوا كتير القوانين التي تعني بالأسعار وغيره.
نحن عم نقول الدولة تراقب، تحدد القوانين والإجراءات وتراقب. طيب شو رأيك بإلغاء الحصرية اللي هي عم بينقال؟ هني عم بينقالوا إنه هي مكمن الضيق بموضوع الدواء. ما في حصرية على الدواء، هيدا الكل صار بيعرفها ومقتنع فيها، لأنه نعمل على قانون المنافسة، وخلال قانون المنافسة اللي هو أكبر من قطاع الدواء. نعم. ما في نايب بلبنان بيعني بقانون المنافسة، ما فهم واقتنع وسمع من نقابة الصيادلة، من وزارة الصحة، من كل المعنيين أنه ليس هنالك حماية من الدولة للحصرية أو حصرية تأمين الدواء بلبنان، مش موجود هيدا الشيء. نعم. من وين مصدر الأدوية المزورة؟ عندك فكرة؟ كتير من يعني نحن منين منجيب المعلومة؟ منجيبها من المستشفيات. كتير من المستشفيات بيقولوا أنه المريض هو وداخل حامل الأنبوب معه بيقول لهم أنا جبته من تركيا. كتار يعني الشريحة الأعظم عم بتقول أنه أنا جايبته من تركيا. نحن عم ننقل كلام، نحن ما بنعرف، نحن كلنا بنعرف أنه تينعمل دواء مزور يجب أن يكون هنالك مصنع خارج الرقابة، نسميه مصنع أسود، مصنع بشي بلد برات لبنان بيصنع بالنهار أدوية مزبوطة، بالليل أدوية مزورة، عم بصور الأمور بس يعني شيء من هالنوع، تطلع العلبة علبة وتطلع الأنبوب أنبوب، وحتى تبين وكأنها هي علبة أصلية. بده يكون مصنع عنده مكانات وعنده بيشتري الأنابيب وبيشتري كل شيء. ففي مصانع خارج لبنان بالمحيط بتصنع أدوية مزورة لطالما كانت موجودة هيدي. ما المشكلة إنه نحن اليوم خففنا من الرقابة تبعنا، هيدي هي المشكلة. هيدي المصانع طول عمرها موجودة، والدواء المزور طول عمره موجود، وطول عمره موجود وحاضر للتأمين إلى لبنان. ماذا اختلف؟ اختلف نحن قرارنا بمراقبة حدودنا ومنع دخول هذا الدواء. لشو سقطت هيدي الرقابة؟ لأنه في فجوة بتأمين الأدوية، مش هيك الحل؟ سد الفجوة، تشديد الرقابة مثل ما كنا نعمل من قبل. أنا ما عم بقلك إنه رح نكمش الحدود، مش رح نكمش شيء، بس بالأيامات الماضية قدرنا نكمش لدرجة إنه حتى المريض ما بقى بحاجة إنه روح يجيب دواء مزور ويضل فايد فيه على المستشفى، هو ما بقى ببطل في طلب على هذه الأدوية أول ما نسد الحاجة. لازم يصير في توعية على الأدوية المزورة اللي عم تدخل، لأنه المريض هو بياخد دواء ليشفى، ما عم بيدفع حقه، مش عارف شو عم بياخد، يعني بفكر إنه كل دواء عم بيحصل عليه هو رح يشفي. وبنفس الوقت ست نوال بيكون هيدا المريض أو أهله مش عارفين شو بدهم يعملوا، بدهم الدواء المزبوط بيلاقوه مش موجود، بيصيروا بيتلقطوا بمين ما كان بيقول لهم انا بدبر لكم اياه ب $600 ب $700. نعم. هو يمكن حقه 2000، بيقولوا له 600 700، بيفتكروا انه هن وفروا، بيطلعوا هن عم بيشتروا دواء، وللاسف يعني ما بكون عم بكبوا 600. طب اليوم الاليه المتبعه بموضوع الدواء طول عمرها، يعني في مستفيدين من قطاع الدواء، لانه كان في لازم يكون في تنظيم لهالقطاع من زمان وما صار، يبدو أنه في مستفيدين من موضوع الدواء بلبنان اليوم بظل الوضع الراهن. هل المستفيدين بعده موجودين؟ طب ليه ما بيحطوا حد لكل اللي عم بيصير بموضوع الدواء؟ ما هيدا اللي بيضحض كل مقولة الكارتيل، والكارتيل القوي، والكارتيل اللي ماسك الدولة، والكارتيل اللي ما بعرف شو. ما الوقايع اللي نحن فيها هون اليوم تضحض كل هيدول الاتهامات. فلت السوق على التهريب مثل ما كلنا بنعرف، ونحن مش قادرين نعمل شيء. نحن كمستوردين نظاميين، في عندك جمارك، في عندك حدود، ضبط الحدود. إذا ما الدولة أخذت القرار ما حدا بيقدر يوقف هيدا الشيء، والدولة تتاخد القرار. ولو كنت عم كرر حالي، بدها تاخد قرارين: سد الفجوة أولا، لأنه إذا ما سدت الفجوة لو شو ما صار أهله للمريض بدهم يجربوا يحاولوا يأمنوا الدواء، رح يقتلوا حالهم تيأمنوا الدواء. ما ولا ممكن، وكلنا عنا مرضى بالبيت عنا، كلنا عنا قريبين، وكلنا بنعمل هيك، بنقتل حالنا تنروح نجرب ندبر الدواء، وإذا ما عنا إمكانيات رح ناخد الأرخص، ويمكن إذا أخذنا الأرخص يكون هو المزور. نعم. تتسد الفجوة، وكلنا هون لازم نساعد وزير الصحة نحن والنقيب سلوم وجميع الجهات لضغط على الدولة من أجل تأمين أموال إضافية لأدوية الأمراض المستعصية وأدوية الأمراض المزمنة الأساسية. من بعد ما نسد الفجوة نتشدد مع القوى الأمنية على كل الحدود اللبنانية قدر المستطاع، نعرف إنه هذه الحدود بس. وللأسف ست نوال ركبوا الشبكات، يعني تعرف لما بتركب شبكة ركبي، لتركيب شبكة سهل،
تفكيكها لأنه هي شبكة غير مرئية غير مرئية، تفكيكها صعب جدا، خصوصا لازم نشتغل على التوعية، لازم نشتغل، لازم نسد الفجوة تنقول للناس نشتغل على التوعية إنه ما بقى تاخدوا هو الأدوية، لأنه صار في أدوية مزبوطة، وبعدين مع التوعية تنقول له للمريض ما بقى تاخد الدواء المهرب لأنه صار موجود الدواء الذي يدخل إلى لبنان بطريقة نظامية، وبنفس الوقت نتشدد. يمكن تخدنا 6 أشهر 7 أشهر سنة تنفكك شبكات التهريب، كي ما تكون سريعة، إنما نسد الفجوة وبعدين نتفكك شبكات التهريب وكلنا رح نساعد. يعني لازم نعلن حالة طوارئ صحية ودوائية لإيجاد حل هالمشكلة، وإلا عبثا منحكي ومنحكي ومنحكي. هيدي من زمان حالة الطوارئ، يعني نحن حالة الطوارئ من أول، يعني من منتصف سنة الماضية لما تبين أنه المصرف المركزي غير قادر على الاستمرار بالدعم بمكان عم بيدعم بالماضي، هيدا من هيدا الوقت صار عنا أزمة ولا تزال تجري إلى الآن. هلأ اليوم الشيء الإيجابي اللي عنا إياه أنه عنا 25 مليون عم نجيب فيهم أدوية، نحن صرنا جايبين شركتي، يعني صرت جايب شحنتين، بعد في الثالثة واصلة لهيدا الشهر، ونفس الكميات رح تجي الشهر الجاي، ونفس الكميات الشهر اللي بعده، لأنه وزير الصحة أمن الأموال على 4 أشهر. فهيدا الشيء يساعد، يساعد المريض المحظوظ اللي رح يقدر يحصل من هال 25 مليون، بيبقى الفراغ أو بيبقى الفجوة لازم نشتغل على سده. شكرا لك نقيب مستوردي الأدوية كريم جبار، أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة صوت لبنان. شكرا لكل الأصدقاء المشاهدين والمستمعين، إلى اللقاء بكرة مع حلقة جديدة عن بلدية بيروت. كلمة محلة بتنزل حفر، نقطة نقطة بتحفر صخر. كلمة محلة بتنزل حفر، نقطة نقطة بتحفر صخر. لو فرجونا نجوم الدور وعنوان الصوت بيعلى، منحط النقطة عالصخر. نقطة عالسطر.